أصحاب السعادة، أسأل الله أن يجعل حياتكم سعادة وسلاما وأمانا. أخاطبكم من أرض باركتها السماء وأرسلت لكم كل الأنبياء والأصفياء والطاهرين. اليوم هذه البلاد تشن عليها حرب عالمية إعلامية وعسكرية واقتصادية، شردت شعبها ودمرت تربتها وقتلت أبناءها. باسم الإسلام جاءوا ليعيدوا الخلافة الإسلامية، ومن أفغانستان انطلقوا، ومن السعودية زودوا، ومن قطر دعموا، ومن تركيا فتحت لهم الأبواب. أدعوكم بكل صدق ألا تؤجروا عقولكم للإعلام الذي يصلكم، ولا للغايات التي تريد أن تجعل من فرنسا عدوا لبلد كان من أصدق البلدان لسوريا. نعم، كان أبناؤكم في سوريا وعاشوا في سوريا، وبعض من جاءوا جنودا استقروا في سوريا وأقاموا فيها. اليوم لن أتحدث عما يحدث في سوريا، إنما أدعوكم لتأتوا إلى سوريا لتشكلوا وفدا نستقبلكم فيه من المطار ونودعكم إلى المطار، لتروا بأم أعينكم أي معارضة هذه التي تقفون اليوم معها، وما غاياتها، وما الوسيلة التي أرادوا أن يغيروا فيها نظام الحكم في سوريا. نظام الحكم في سوريا ليس نظاما ديكتاتوريا كما يزعمون، لا، إننا نرفض أي نظام ديكتاتوري، ونرفض أي نظام يفرض على الشعب قهرا. لذلك مهما حدثتكم بهذه الدقائق القليلة، لن أستطيع أن أقول لكم إن دماء الأطفال وإن دماء الأبطال وإن دماء الصادقين أنتم مسؤولون عنها في أوروبا وفي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بالذات. لا تقولوا لماذا وقفت معنا روسيا. أنا أستغرب أن لا تقفوا معنا أنتم، أستغرب أنكم وقفتم ضد شعب بأكمله. نحن سنرضى بصندوق الاقتراع وصندوق الانتخاب، ونرضى أن تعود المعارضة وأن تأتوا معها إلى سوريا، ولكن الشرط الأول: أوقفوا سفك الدماء، أوقفوا التسليح، أوقفوا هذه الهتافات الطائفية والمذهبية التي قتلت الأطفال بسم الله، والتي دمرت الكنائس بسم الله، والتي دمرت المساجد بسم الله. إن كلمة الله أكبر التي كنت أسمعها في مسجد باريس لتنشر الأمان والخير، باتت الله أكبر هي التي تنشر القتل والخوف في المجتمعات العربية والإنسانية. لذلك كلمتي إليكم: لا تؤجروا عقولكم، لا تكونوا تبعا للإعلام ولأصحاب الأهواء الخاصة في العالم. سوريا ستبقى هي ولبنان نموذج للسلام في تعدد طوائفه وتعدد أبنائه وتعدد رسالات السماء، ستبقى أرض النور. أدعوكم لتحجوا إلى سوريا إن كنتم مسيحيين أو كنتم علمانيين أو كنتم من أي شيء كنتم، تعالوا إلى سوريا لتوقفوا سفك الدماء. هذه دعوة من القلب أرسلها لكم، هذه دعوة من القلب أرسلها لكم. كل التحيات للشعب الفرنسي الصديق، وشكرا لكم. وهي الصوت. إلى أعضاء برلمان في باريس في فرنسا، أنا أتكلم كمسيحيا مشرقيا من هذا الشرق، وأعيش في بلد سوريا، أتكلم إليكم وأناشدكم بأن لا تقفوا مع الشر ضد الحق، ولا تقفوا مع القتل ضد الحياة،
لأننا نحن في ديانتنا نعرف أننا خلقنا لنحيا لا لنموت، ولكن مع الأسف حكومتكم ووقفت مع الأشرار، مع القتلة، مع آكلي قلوب البشر وأجسادهم، مع مقطعي جسد البشر، وقفت معهم ضد الإنسانية وضد الحياة التي نحن نؤمن بها لكي نحيا هذه الحياة حياة كريمة. سوريا تعرفونها أنتم عندما كنتم في سوريا، تعرفون أن الشعب السوري شعب مؤمن أمين مسالم سالم، يحب السلام لنفسه كما يحبه لغيره. تعرفونه أنه لا يتعدى على أحد. تعرفون هذا الشعب وهذا البلد، هذا البلد المقدس. إذا كنتم مسيحيين تعرفون أن سوريا بلد مقدس. إذا كنتم مدنيين تعرفون أن إنسان سوريا إنسان مسالم ولا يحب إلا السلام. فندعوكم أيضا نحن كمسيحيين مشرقيين في هذا البلد، شرقيين من الذين من أتباع يسوع المسيح، من أتباع الحقيقيين نحن في هذا البلد، ندعوكم أن تنظروا بعين واضحة، أن يكون لكم عيون ترون فيها لكي تشاهدوا ماذا يحدث في سوريا. لا أتكلم على ماذا يحدث، ولكن أنتم تعرفون ونحن نعرف أنكم تعرفون أنكم أن هناك من يأكلون، من يقطعون أوصال الأطفال ويهدرون دم الأمهات والآباء والشيوخ، ويعلقون الرؤوس على المآذن ويلعبون برؤوس البشر. هؤلاء ليسوا ببشر أنتم تقفون معهم. ندعوكم أن تقفوا عن هذا الموقف وتكونوا مع السلم والسلام، لأننا لا نحب إلا السلام لأنفسنا ولكم جميعا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمي أمين عام حزب الشعب في الجمهورية العربية السورية، لا يسعني أن أتقدم من أصحاب السعادة البرلمانيين الفرنسيين في اجتماعكم المبارك هذا. نطلب منكم أن تروا بعين الحقيقة ماذا يجري بسوريا. بسوريا ليس هنالك ثورة، وليس هنالك ثوار، وليس هنالك من يطالب في إصلاح، ولا في سياسة، ولا في أخلاق، ولا في أي قيم من قيم الإنسانية. إن في سوريا اليوم الشعب السوري يقتل وينكل به باسم الجهاديين التكفيريين. نحن نتمنى من أحرار العالم، من أحرار الفرنسيين، من أحرار أوروبا، أن تنظر وأن تعي حقيقة ما يجري في سوريا، أن يأتون ويرون بأم عينهم بأن من أتونا باسم الجهاد الإسلامي أتانا ما يزيد عن 100,000 مجاهد من كافة أرجاء وأصقاع العالم، من أوروبا ومن آسيا ومن أفريقيا، كلهم يأتون للجهاد بإسقاط النظام السوري. هؤلاء هم القتلة، آكلين القلوب وشاقي الصدور وقاطعي الرؤوس. نحن في سوريا نتعرض إلى ذبح جماعي، قتل جماعي. نطالب الأمم الحية الإنسانية، نطالب أحرار العالم في أوروبا ومن خلالكم في فرنسا، أن تلجموا حكومتكم أن لا تكون شريكة في فتك الدم السوري، في سفك الدم السوري، في القتل، في الدمار في سوريا. إن سوريا تتعرض إلى دمار، إلى قتل، إلى دمار شامل من الحجر والبشر. فإننا نناشد أحرار العالم، إن كان هنالك ما تبقى لديهم من إنسانية، أن يأتوا ويروا بأم عينهم ماذا يجري في بلادنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.